عندنا إضراب وطني يوم 16-18 يناير، يعني الأسبوع المقبل، وغيكون عبارة أعطينا صلاحيات للمكاتب الإقليمية لتدبير المرحلة في العلاقة مع الأشكال اللي غيدوها. الإخوان ديالنا في تازة غياخذوا وقفة احتجاجية يوم 17 أمام مقر دائرة تازة، لأن رئيس الجامعة مشى اقتطع الموظفين. عندنا معركة مفتوحة دابا في الجامعة ديال الدريوش، عندنا اعتصام في مقر جامعة عين بن مطهر إقليم جرادة، وعندنا مجموعة المحطات النضالية، بمعنى عندنا مقاومة شرسة ديال الأبطال ديال الجامعة الوطنية في المقرات ديال العمل ديالهم لهذ الاقتطاعات. عندنا الخطوة الثانية نهار 30-31 يناير و1 فبراير، واللي غتكون مصحوبة بواحد نزول وإنزال جماهيري أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير على الساعة 11:00. سنجتمع في نهاية هذا الشهر لنقرر البرنامج النضالي ديال شهر فبراير في حالة استمرار الوزارة في إغلاق أبواب الحوار ولتحمل جميع المسؤولية ديالو. اللي يعني ما كانش انعكاس ديال ما يقع في التعليم على مسيرتنا النضالية. نحن نقابة أكثر تمثيلية بالقطاع، عندنا العشرات من الفروع المحلية الجهوية والإقليمية، نعقد الأجهزة ديالنا التي تقرر. برنامجنا النضالي هذا هو قرار لأعلى جهاز تقريري في الجامعة اللي هو المجلس الجامعي، اللي انعقد يوم 7 دجنبير بحضور 220 ممثل للفروع المحلية. إذن في حالة استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار، سنشهد ارتفاع ورفعا لإيقاع الاحتجاجات في القطاع. لن نسكت ولن نتراجع، سنستمر في خط تصاعدي في خطواتنا النضالية، لأن مطلب بسيط ولا يعقل أن اليوم ما يكونش حوار في القطاع في الوقت. احنا شكون؟ واش مغاربة من درجة ثانية؟ واش احنا يعني هاد التمييز اللي كيدير ضدنا ما مفهومش. حوارات في جميع القطاعات، بل اتفاقات مشرفة في قطاعات وزارية، وحنا نطالب بالحوار ويديروا لنا الاقتطاع عاد، لان احنا بالنسبه لنا يمكن الاقتطاع نقدوا بين قوسين وهو خرق لمبدا دستوري، ولكن نقدوا نفهموه مع واحد البلاصه فيها الحوار. ملي نكونوا نتحاوروا خصنا نكونوا الحركه الاحتجاجيه متوقفه حتى نتفاوضوا، وداك الساعات ملي كنوصلوا للنتيجه ولا ما نقبلوهاش او لا تحت سقف تطلعاتنا ومطامحنا يمكن نخرجوا نحتجوا. ولكن الحوار مغلق، راه الابن ديالك الا ما عطيتيهش ياكل كيبقى يزقي حتى كتعطيه ياكل. ما تشوفش انه التنسيق النقابي ضروري دابا؟ التنسيق النقابي ضروري ومطلب لكافة القواعد وكافة الشغيلة. احنا اطلقنا مبادرة للتنسيق النقابي، دعينا الإخوان إلى اجتماع للتنسيق النقابي خلال شهر دجنبير، كان رد إيجابي مبدئي. ننتظر مبادرة من أجل نحن مستعدون للحضور في اجتماع التنسيق النقابي في أي مكان وزمان يرونه مناسبا.